استاذ عمر من القاهره اتفضل. السلام عليكم فضيله الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا سيدي. بعد اذن حضرتك يا شيخ، هو المفروض الراتب اللي بينزل لي ده المفروض ان انا بطلع منه نسبه كزكاه او صدقه مثلا نسبه معينه؟ اصلا ان الراتب اللي يجي لك لازم تطلع عليه نسبه، فده لا، احنا بنطلع الزكاه على المال المدخر النامي. لما يكون عندك مال مدخر وبلغ النصاب وحال عليه الحول، ده اللي بنطلع عليه مال. بلغ النصاب 85 جرام ذهب وحال عليه الحول، وحال عليه الحول يعني مرت عليه سنه قمريه. إذا كان المال حصل عليه كده فيطلع عليه، لكن الراتب اللي أنا باخده لا، أنا مش لازم لا أطلع عليه زكاة ولا أطلع عليه صدقة، لكن بعض الناس من عاداتهم الطيبة إن هم بيطلعوا صدقات عشان يزيدوا بركة هذا المال، فده لا بأس به، بس هل إخراجهم الصدقات ده واجب عليهم؟ أنت قلت كلمة لازم، المصريين بيستخدموا كلمة لازم دي في الوجوب، إذا كنت بتقول ده واجب فلا مش واجب عليه إنه يطلع مال من ماله من مرتبه كل شهر، ولكن الواجب عليه أن يخرج الزكاة عندما تتوفر شروط الزكاة، أن يكون المال ده اللي تم ادخاره بيساوي 85 جرام ذهب فما فوق، وكمان بيحول عليه الحول. غير كده لا، ليس واجبا عليك أن تخرج مالا يا سيد عمر.